يقول والدي يتاجر في القات، هل يجوز لي الأكل في بيت والدي أثناء زيارتي له؟ لا، إذا كنت تعلم يقينا أن هذا الطعام من ثمن القات أو الدخان فلا يجوز لك الأكل منه لأنه حرام. والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث. أما إذا لم تعلم، عنده طعام حلال وطعام حرام ولا تعلم من أيه، فالأصل الحل، تأكل بنية أنه من الحلال.